تأمل يا أخ الإيمان أنك ظننت فأحسن الرحمن ظنك، سلكت طريق أسلاف كرام وأنت به لذو رأي محنك. فهاك وصيتي إن كنت غرا فلا تظهر مع المعروف منك، ولا تلبس لباسا لست منه فلن ترقى بهن ليس هنك، ولا تزعم دراية كل فن فلن تحظى بفن ليس فنك. فإن رمت التكلف تهت فيه، وخبت إذا أضعت به مكنك. ولا تركن إلى خب لئيم، وكن حذرا لئلا يخدعنك. فقد يبدي لك الإحسان يوما ويقلب بعدها ظهرا مجنك، وكنت تخاله برا لبيبا وصولا إذ به جهرا أطنك. يراك كمثل أجراس بباب، إذا ما رام دق الباب رنك. يريدك مدية يلوي عليها، متى ما شاء طعن الناس سنك. فيخرج سالما منها بريئا، رماك بها على عجل فزنك. يريد لنفسه ظلا ظليلا، ويؤثر كاللهيب يفيح صنك. ولا يغررك مداح سفيه، إن اختلف المقام ليهجونك. وصاحب من إذا كانت عيوب يراها فيك بادية أكنك. فصن نفسا إذا ما رمت عزا، وأمسك إن أردت الري شنك. ستذكر ما أقول فكن حريصا، فإن لاقيتني سأذكرنك.